طبعا هذا الأمر ما هو جديد، سبق وتقدم الكثير من المرضى في ألمانيا تحديدا على تقديم شكاوى عديدة على مدير المكتب الصحي دكتور سليمان الحبش، وهذا الأمر كان يعني متكرر وبشكل دائم ولم يكن هناك أي حل. رغم هذا التعامل السيء أعطينا فرصة، يعني قلنا ممكن أن يتعدل الوضع، لكن يصل الأمر إلى أن يمارس يعني غير السياسة السيئة وتعامل السيء، يبعث رسائل صوتية عبر الواتساب يسيء فيها إلى المرة، هذا لا يمكن السكوت عنه. وأنا بلغت معالي الوزير وقلت له أن الوضع كذا وبعثت له الرسائل، طبعا انصدم من هذا الأمر، وعلى وزير الصحة الآن وعبر هذه القناة أن يتحمل مسؤوليات السياسية إلى لم يتخذ إجراء عادل وفوري في حق الدكتور سليمان الحربش. أنا لا تربطني علاقة شخصية فيه ولا بيني وبين أي اتصال ولا تعامل، ولكن يبعث برسائل صوتية، هذا اللي وصلنا، احنا ما ندري يمكن اللي ما وصلنا. بعدين هذولا مرضى مو جايين سياحة. طيب فيما يتعلق بموضوع آخر وهو المطالبات النيابية بترشيد الهدر، ما هو المطلوب من الحكومة لوضع شعار الترشيد محل التطبيق؟ طبعا على الحكومة أن تبادر بإجراءات يعني إصلاحية، وأن يكون هناك ترشيد في هذا الهدر على أن لا يمس جيب المواطن البسيط، وهذه كانت الرسالة واضحة في النطق السامي لسمو الأمير حفظ الله ورعاه، لأن لا يمس المواطن البسيط أو الدخل المواطن البسيط. طيب ماذا بشأن التفكير الحكومي لرفع الدعوم عن بعض السلع والخدمات؟ يعني هل سيكون هناك موقف نيابي في هذا الشأن؟ يجب أن لا يكون هناك شيء من غير دراسة أختي الكريمة. يعني لا، يعني صحيح هناك انخفاض في سعر البترول اليوم، ولكن هذا لا يعني أنه يرفع أي دعم أو أي يعني أمر يتضرر منه المواطن، فبالتالي يجب أن يكون هناك دراسة قبل أن يتم إجراء أي تصرف في هذا الاتجاه. إذن النائب ماضي الهاجري، شكرا جزيلا لك.